نفسي ركبتك الطير. جرائم السرقة وما شبهها تعرف انتشارا كبيرا في الآونة الأخيرة تحت عدة أوجه، لعل أبرزها السرقة تحت التهديد. في عدد اليوم سنعرض عليكم قضية بسيناريو هوليوودي، لكن الغريب في القضية التي ستشاهدونها أن تكون امرأة هي الضحية وهي البطلة في آن واحد. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من برنامج تحريات، ابقوا معنا. بتاريخ 27 أكتوبر 2015 في بسكرة، تقدم إلى مقر الفرقة الإقليمية لخنقت سيدي ناجي أحد المواطنين يرغب في رفع شكوى. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. حبيت نقدم شكوى برك. تقلوية. تفضل. تفضل معي. السلام عليكم. وعليكم السلام. جيت نقدم شكوى برك. تفضل، مرحبا بك. على بالك نقزولي على الدار. ايه، واش داولك؟ داولي الذهب والدرهم. اعطينا بطاقة التعريف تاعك. تتعلق الشكوى بالسرقة والاعتداء وانتهاك حرمة منزل. تفضل ريح خويا. بارك الو، احتراماتنا المساعد الاول. ولك كم الاحترام؟ عطا جا عندنا مواطن راه باغي يرفع شكوى. واش طبيعه الشكوى؟ راه يقول باللي راه سرقوا لي دراهم وذهب من الدار. جيبوا عندي المكتب. مفهوم المساعد الاول. تفضل معي يا خويا. مرحبا بك. الشيف نقزوا لي على الدار، سرقوا لي الذهب وسرقوا لي الدراهم على 5 تاع الصباح. وين كنت انت؟ انا خرجت رحت نصلي في الفجر، من بعد وليت صونا لي تليفون ساعة قبل ما نولي. صونا لي تليفون كي كلمت قاعدة تهضر معايا المرأة، بس حضرتها مش نورمال، ما عجبتنيش. هلو هلو عزدين، واش كاين يا امرأة؟ واش بيك تهضري هكا؟ اروح ليا. هاني جاي هاني جاي هاني جاي. من بعد رحت انا للدار، حليت الباب لقيتها طايحه مسروعه. شويه هكا يا اخي جا اخوها، ومن بعد رفدناها ديناها للسبيطار. رشيدة اختي.
وشبيك؟ ماما وشبيك؟ المرأة تاعك مذكر هي كانت ريحت شوية، هي لاباس الحمد لله، وقيلتي كانت شوية عندها ستريس وقلقة وكشي دايخة، قدمنا لها العلاج اللازم، صوانينا لها لقد سجرح تاعها واحد لانسونتي ماشي كبير بزاف، دوكا الحمد لله برات الحمد لله، نجمو تدوها معاكم للدار، مي لازمكم تبقاو تحسوا فيها شوية، حتى تتحسن الحالة تاعها مليح. بارك الله فيك بارك الله فيك ان شاء الله. الله يحفظك ان شاء الله. هذا هو واش صرا الشيخ؟ وقتا عرف بلي سرقوك؟ بعد ما ديناها للسبيطار كيف فطنت المدام قاعده تحكي لي. واش رشيده لاباس؟ لاباس غير الخير. كيفاش صرالي؟ رحت تتصلي نقز عليا واحد نقز عليا حط لي الموسى تعافرت انا وياه ضربني هنا في وجهي ومن بعد جرى ورا الطفل حكمه من الخل عطيت له كلش داد دراهم وذهب. شفتيه شك ما شفتيش على وجهه ولا هكاك شي؟ شفت غير عينيه لبسته وهدرته لابس تريكو كحل وسروال ازرق وداير بوني كاش معاه واحد هكا جاب معاه صاشي مشت معاه حتى واحد جاب معاه صاشي ودا كلش. لا حول ولا قوه الا بالله. كيف نديرو درك؟ دوك انت روح ديكلاري وانا دوك نديها معايا للدار ومن بعد نتصل بيك ونشوفو كيفاه. هاي هيا داكو انت روح دوك ديكلاري وانا دوك نتهلا. معليش قلت لهم نقزوا لي على الدار وهدوني وداو لي الصوارد والذهب داوه. ما هي القيمه الماليه تاع المسروقات؟ القيمه الماليه 300 مليون دراهم و200 مليون ذهب. دوك نستقبلوا الشكوى تاعك ونرفعوا لك اقوالك على محضر رسمي وننتقلوا معك للمنزل نديروا المعاينات اللازمه. الراقب الاول اروح عند المكتب. بعد ذلك تم اخذ اقوال الضحيه بموجب سماع رسمي من قبل المحقق. انا ما ضمن المساعد الاول ولك كامل احترام ادي للمواطن المكتب الدركيين وهز له اقواله في المحضر الرسمي. تفضل معي روح مع الدرك. شكرا الشيخ. قام قائد الفرقه باخطار قائد الكتيبه للدرك الوطني حول حيثيات القضيه. احترامات يا حضرات. ولك الاحترام. قدم مواطن حضرات بغى يرفع شكوى من اجل السرقه والاعتداء بالضرب والجرح. المسروقات سرقوا له مبلغ مالي يقدر ب 300 مليون سنتيم ومجوهرات قيمتها حوالي 200 مليون سنتيم. خبر قاعه العمليات والسيد وكيل الجمهوريه تنقل فورا الى عين المكان مع اخذ جميع الاحتياطات الامنيه اللازمه. مفهوم حضرات. درك نجيب افراد الشرطه التقنيه والعلميه ونلتحق بيك. مفهوم؟ مفهوم حضرات. بتاريخ 27 اكتوبر 2015 على الساعه 6:30 دقيقه صباحا تقدم الى مكتب الفرقه احد المواطنين يرغب في رفع شكوى من اجل السرقه بالاعتداء وانتهاك حرمه منزله والضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض على زوجته من طرف مجهول. مباشرة بعدها توجه قائد الفرقة إلى منزل الضحية عز الدين لإجراء المعاينة الأولية. الرقيب راك مكلف بحراسه الزاويه. الرقيب الاول راك مكلف بحراسه الزاويه الاخرى. الرقيب الاول جيب الشاكي. هذه دارك؟ هذه الدار. افتح لنا الباب. راه الرقيب الاول وراه البلاصه اللي مخبي فيها الدراهم.
كنت مخبيهم في الكفر. وين جا الكفر؟ أو في الشمبرة الكفر. نعتولي. هلو. هذا الساق يكسروا. لا هذا قبل من قبل مكسر مش. كيفاه قدر يفتح الكفرة مضم؟ راه هو اللي خلى على ولدي بغى يقتلهولي. هذا واحد فريد. ايه انا اللي فتحته. انت اللي فتحتيه؟ ايه. باه بغى يقتل ولدك. بالموس. انت اللي فتحت الكفر. انا اللي فتحته. اذا الزوجة تاعك تديها المقال الفرقة ما نرفعوا لها اقوالها ونسقسيوا على التفاصيل تاع القضية. معليش الشيف ما كاش مشكل. الراقب الاول ديروا لنا شريط الاحاطه. هو المساعد الاول. فورها تم احاطه مسرح الجريمه لمنع الفضوليين من التقرب للمكان. دقائق بعدها التحق قائد الكتيبة رفقة فصيلة الشرطة التقنية والعلمية من أجل رفع البصمات والدلائل التي تساعد المحققين في فك لغز الجريمة. احترامتي حضرات. احترام. حسب المعاينات الأولية عدم وجود آثار للعنف أو الكسر. حسب المعلومات المستقاة من الضحية الفاعل عبارة عن شخص واحد. المسلك المتبع في معاينة مسرح الجريمة الجهة اليسرى منها الجدار. المساعد الأول سلم مسرح الجريمة لأفراد الشرطة العلمية والتقنية وخليهم يبشروا المهام تاعهم. مفهوم حضرات. في مسرح الجريمة عثر المحققون على عدة أدلة من شأنها إثراء التحقيق. بعد القيام بالمعاينات اللازمة لمسرح الجريمة تم رفع قسيمة جزئية واحدة للبصمات، سوف يتم إرسالها إلى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي. سلموا لقائد الفرقة. بعد المعاينات المنجزة من طرف فصيلة الشرطة التقنية والعلمية التابعة لمقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببسكرة، تبين أن الخزانة الفولاذية لم تتعرض لأي كسر وأنها فتحت بواسطة قفلها السري من طرف الضحية بعد تعرضها للتهديد. على إثرها تم إرسال الدلائل المرفوعة من مسرح الجريمة إلى معهد الأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي في العاصمة من أجل إجراء الخبرة العلمية عليها. حكينا الأخت كيفاش دخل السرق المنزل وقام بالعملية تاع السرقة. واش نقول لك، ما هو اللي ما على باليش أنا منين دخل. أنا كنت راجلي راح يصلي، نط أنا توضيت هزيت راسي نلقى الراجل هز لي الموس وقال لي يعطيني واش عندك ذهب دراهم. ما فهمتش انا، بديت نتعافر انا وياه. هددني بولدي قال لي نقتله لك. هيا فتحت له انا الكفر وعطيت له ذهب ودراهم. هذا هو السرق؟ لا انا كي لقيت الدم في وجهي فشلت وعيطت لولدي جاب لي التليفون وعيطت لخويا.
تقدري تعرفي على المواصفات تاع الشخص هذا اللي قام بالسرقه؟ ما شفتش على وجهه، انا داير تريكو كولغو اللي مطلعوا على وجهه، داير بوني، شفيت غير على ظفر، داير ظفره طويل كي تعافرت انا وياه شد ظفره، وداير سلسله وخاتم. دارك يدخلوها بزاف ناس؟ ايه انا نبيع ونشري في الذهب. هاني جاية. هذا انت واش راكي؟ هذي غيبة. واش راكي تيا؟ ادخلي. واش راكي تيا؟ والله بيان تيا. كيفو؟ لازم تلعى ذهب جديد. كاين كاين، ادخلي ادخلي دوك نوريلك. كاين هذا حبيبتي، واش نقول لك؟ والله ما تلقايهم، عام وراهم. ها تحبي او الجرامه كي على بالك به راه طالع، شريتها غاليه، كل حاجه وسومتها. عندي ناس، الناس بزاف يدخلوا لي لداري. هي كسرات السرقه، لا عيطي لخوك وما عيطيش راجلك. النمر الاول جا قدامي عيط لخويا. مباشرة بعدها كثف أفراد الدرك الوطني من المراقبة الميدانية والدوريات، واستدعت كل المسبوقين قضائيا للتحقيق معهم. نهار ثلاثة وين كنت؟ كنت في الدار عيان وخرجت. سمعت بالسرقة شو بيت عزدين؟ لا لا ما سمعتش. طلع يديك حطهم فوق طابلة. نهار ثلاثة وين كنت؟ نهار ثلاثة كيما مولف قدام في حانوتي. سمعت بالسرقة اللي صارت في منزل عزدين؟ سمعت الصباح كي رحت نتقهوى الصباح في القهوة سمعتها. كاش ما شفت واحد براني يدور في الحومة في الحارة نهار السرقة؟ لا شفت الشاف، أنا من نهار خرجت من الحبس من الخدمة للدار. أيام بعدها خرج عز الدين من المنزل، وجد كيسا أسودا فيه مجوهرات في فناء المنزل. رشيدة! رشيدة! بابا جاية! لا طب بعد منه، بعد اروح لي منه. اروحي تشوفي، اروحي. مش بعيد. تمسي والو، ما تمسي والو، ما تمسي والو. بكره نروح للجدرمية، نروح نديكلاري ونجي. ما تمسوا والو، حاجة ما تمسوها، ردي بالك. ما تمسوا والو، واه ما تمسي حتى حاجة. هاني جاي. بعد توسيع دائرة الاشتباه والمراقبة الميدانية وتكثيف الدوريات لأفراد الفرقة الإقليمية، الشيء الذي أرغم الفاعلين على رمي كيس المجوهرات داخل فناء منزل الضحية، أين تم حجزه وإرساله إلى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي لرفع البصمات ومقارنتها ببصمات الأشخاص المشكوك فيهم. مرة أخرى تم معاينة منزل الضحية عز الدين من طرف فصيلة الشرطة التقنية والعلمية.
بعد تفعيل عنصر الاستعلام والبحث والتحري، تم حصر عنصر الاشتباه في شخصين تنطبق عليهما الأوصاف. مهابطين. وين؟ أقول لهم مهابطين طريق لبرشت. يقولوا زعما راح يركبوا في الحافلة؟ ممكن جدا، دوك تجي الكار يركبوا في الكار. ممكن دوك تجي الكار تاعهم يركبوا فيها. بواسطة سيارة مموهة تابعة لمصالح الدرك الوطني، تم تعقب تحركات الشخصين المشكوك في أمرهما. ما عندهم حاجة هكا. ممكن بالك شموم يستنى فيك شما واحد. ممكن دوك واحد يجي اليوم. أخطر الأفراد المتنقلون المكلفون بمراقبة وتتبع الشخصين المشتبه فيهما بركوبهما الحافلة. عم حبسوا الكار. نطلعوا في الكار. لانسيلو. مساعد الأول. شفتين مرة بركب الحافلة. وتجو نحو طريق خنقة سيدي ناجي. حول. أولي. مواصلة للتحقيق، تم حصر الاشتباه في شخصين تنطبق عليهما الأوصاف المقدمة من طرف الضحية. اليوم عندنا اجتماع عمل بخصوص قضية سرقة المبلغ المالي مع كمية المجوهرات والاعتداء على الضحية. المساعد الأول على بالك بلي عندنا مجموعة من المشتبه فيهم في الإقليم أصحاب السوابق القضائية. أدلة كافية لعقد اجتماع مع المحققين على جناح السرعة وضبط خطة عمل لحل شفرة القضية. قائد الفرقة المساعد الأول راك مكلف بحصر المشتبه فيهم والأصحاب السوابق القضائية على مستوى الإقليم. الرقيب الأول مكلف بتكثيف عنصر الاستعلام خاصة على مستوى الإقليم الفرقة. الرقيب الأول مكلف بالسماعات. قائد فصيلة الأمن والتدخل تنسيق مع قائد الفرقة الإقليمية وتدعيمه من أجل عملية التوقيفات. مفهوم؟ تفضلوا. خرج أفراد الدرك الوطني لنصب نقطة مراقبة على شاكلة كمين. على إثرها أخضعت عدة سيارات للتفتيش. لحظات وتصل الحافلة. يأمرها الدركي بالتوقف. علاش ديرنا في المشاكل كيما هكا؟
هذا راح يموت لنا. راح يموت لك الهواء. راح يموت لي يا رجل. واش راه عندك؟ شايف ما عندك شارع هنا يا رجل. وثائق الحافلة من فضلك. رخصة السياقة من فضلك. تفضل الشيف. راح البرمي راح. علاه يعني؟ علاه يعني؟ يا ولي قال لي شايف ما عندك شاري خليه من يموت اخويا. يا بصح ودك كان دايخ يا راجل خليه يموت. ذوك انا تقيل لك لو هو راح للبرمي كيف ندير له انا ذوك واش تقيل لك لو انا داخل الكار. الساعه الاولى هذه هي الحافله اللي فيها المشتبه فيه. فتش فورا. يتم تفتيش الحافله. كاش مساعد الاول علاه توقفت ليه؟ على بالك ممنوع الوقوف في النقاط غير مرخصه. لا بصح السيد راح يموت لي لونه. قال لك اني ديخان عن تقيه راح يرجع لي لونه داخل الكار. تعرفوا؟ ما نعرفوش. مش من التجاره غير ما نزلوا هربوا ديريكت. هما راحوا ديريكت هكذا. شوف براش الشيفور. الشيفور صاحبي داخل برك دقيقه. حبس يحبس الشيفور. وش بيك؟ وش بيك اخويا؟ وش بيك يا صاحبي داخ؟ يا صبروا ممنوع لونا تقاري. ممنوع يا صاحبي داخ. حد يموت حبس اخويا. كاينش لاري يا صاحبي. الطفل راح يموت. الشيفور راح بس ما طلعلوش هذا يا كيف انا ممنوع. احبس الشيفور. راح ريح بس. قلت لي ريح اخويا. يا سي احبس بعد الشيفور. اصبر الشيفور. شوف معايا احبس. نقول لك انا احبس ممنوع. احبس صاي صاي. انا راح نحبس له. فكونا من المشاكل. يحبس لنا ذوك يا هبطوا على الارواح. احبس يا صاحبي. افتح بس على الاقل. فكونا من المشاكل. احبس يا صاحبي. اطلق اطلق اطلق. هم هربوا هم هربوا هم هربوا. اطلع فكنا منهم. خلينا منهم. اخطر قائد الفرقه قائد فصيله الامن والتدخل بهروب المشتبه فيهما. المشكوك فيهما مهربوا في اتجاه الشمال. علم علم. ارفع التشكيل. ارفع التشكيل. فورها خرجت فصيله الامن والتدخل للبحث عنهما وتوقيفهما. خبط خبط. ربع سنين ما جريتش الجريه هذه. شوف كيحوسوا علينا. اسكت اسكت باك اسكت. علاه تهرب؟ علاه؟ اسكت بالعقل. ارواح مسكه يا ودي ما تبانش. اقعد شويه شويه. اسمع 50 تلف الطيوطات. وين؟ يهبط اهبط يودي اهبط يشوفونا زعما.
سقسيني بك دوك نجاوبك على كدير كيما هكا الشاب. واش درت لك فاش طلقتني؟ شتالينا واش درت لك؟ شتالينا انت ويديك انا؟ ناحي يديك شتالينا معايا ياك غالط فيا ناحي يديك ياك غالط فيا يا خويا حبس باك تخلاطك. واش درت لك فاش طلقتني؟ شتالينا واش درت لك؟ شتالينا انت ويديك انا؟ ناحي سقسيني بك دوك نجاوبك على كدير كيما هكا الشاب. خويا حولوا المركبة حولوا المركبة تايا. تم توقيف المشتبه فيهما واقتيادهما إلى مقر الفرقة لأخذ أقوالهما. وش هي العلاقة تاعك مع ياسين المدعو تينو؟ تينو صاحبي يخدم معاه في الفلاحة. كي كنت انت وتينو شفتوا البارج على هربتو؟ يخفت هو قال لي هيا نهربو باسكو هو مدير ديكات ياسر ما على باليش واش مداير. وزدت طلعت في راسي انا مانيش معقب بالعسكر وعندي بيدرو شاش هيا هربنا. شفتو هرب هربت معاه على جال الخدمه الوطنيه تجري 10 كيلو يا ما باليش انا تبعته خفت شفتو يجري جريت حتى انا خلاص ما عرف كيف. راك مشتبه فيه في سرقه المسكن المسمى عزدين وراح نعرضوك على الضاحيه. تم عرض المشتبه فيهما المدعو تينو وشريكه حسام على الضحية رشيدة للتعرف عليهما. مدام شوفي مليح وركزي. يا العينين ماشي هما بصح نزيد نشوف اطفر. ارفعي يديك. لا لا ماشي هو هذا. متأكدة؟ لا لا ماشي هو. وش هي العلاقة بينك وبين حسام؟ حسام صاحبي نخدموا مع بعضنا في الفلاح. كي شفتوا البراج البارح على هربتو؟ انا شفت كاينه حمله ويهزوا في السراقين ومنا قلت ربما خطره. انا كانت عندي قبل القضيه تاع سرقه ما كنتش على بالي باللي قلت ربما يدوني معاهم وما على باليش. انا هربت قلت ربما راني مشكوك حتى انا معاه. وريني يديك حتى نطلب طلب. راه مشتبه فيك في قضيه سرقه وراح نعرضوك على الضحيه. مش طبعا مدام شوفي مليح وركزي مليح مع الملمح. ركزي مليح. هو هو هو. ارفعي يديك. اقلبهم اقلبهم. ظفروا عينيه هو ظفروا عينيه هو هو هذا هو عينيه هذا هو هذا هو. بيهدوا 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 بيهدوا. ماذا بيهدوا. تفضل. سعد الأول جاتنا النتائج من المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام. نتائج الخبرة العلمية على الدلائل المرفوعة بمسرح الجريمة
أكد التورط المدعوتين في القضية. عاودوا سمعوا المشكوك فيه المرة الثانية. ضحية راهي تعرفت عليك مباشرة كي شافتك من خلال عينيك والطفل تاع صبعك. ممكن شبهتني برك شاف. أنا خاطي. غلطة فيا. الإنكار براش يفيدك. الأدلة العلمية اللي عندنا المتمثلة في البصمات اللي رفعناها من الكيس من مسرح الجريمة راهي تنطابق على البصمات اللي رفعناها لك. احكي لي الحقيقة. كنت نقول له ما ترجحهاش. أو حصلنا. شاف دوك نحكي لك من الآخر. أنا وصاحبي أوفا نخدمه فلاحة نخدمه عند واحد. واحد النهار كان مدبر سوى رايح فيها مخه مش ما على باليش كيفاش راهو داير. قال لي كاينه أفير. وش يا صاحبي شاف شنطي تا وش نحو تخدم معايا شوي جع قلبك انت ديجا عجبتك خدمة هذه يروح او انا اعطيك الرسمي يروح لا هو دوك يجي سيد طيش وروح يو دوك يجي سيد يعيش يقولنا كم ما خدمت والو شو سيد انت اي عجبتك خدمة هذه منك بصح يا انا نخدم ونسرزق على ربي وش كاين شوف عندي واحد لافير تخرجنا من الغرقة والله غير صح والله كما نحكي معك شكونوا قدو نتبعوا في البريكول هذا الدخان قهوه فضل وشي خدمه واحده اخرى يا ودي وش اسمع والله نشرو طوموبيل تبعني برك بيرو هادي شي مارشارير نحي والو المارشارير ما تلقاهش طول معايا تبعني وخلاص روح انا فا شوف تعرف صاحبك اوفا يا كمبص كاينه وحده تبعت اليمات اللي فاتوا قلت لي عليها وحده نعرفها وشي مازال تبع في البنات هادي اصبر تشري وتبيع في الذهب والله ما عندهاش سمعنا جاتها واحدة بعتها لها الذهب جاتها كيفاه هذه نخدموا عندها ولا شيء واش نخدموا عندها او نكزولها وين نكزولها صوتيو لها في اللي دوك نحسبوا لها الحساب نعسوهم ونديروا السرقه درك يا ودي تقعد هكا راني فهمتك اسمع بصح سرقه تاع خاتم وسنسله وما على باليش هذيك الحكايات الفارغه فكني منها تعرفني نجيب لك حوايج فارغه والله غير صح اقسم بالله على بالك وشي الضربه الضربه هذه روح افتح قهوه انت نزوها وروحوا ما تزيدش نسرقوا طول هذه الاخره نسافروا بس نسافروا بعد وطول تصلح زعما تصلح شبيك وين هذه وين وين عسوين هذيك سهله خليني انا في يدي 3 ايام نهسو نحفظ الوقت اش كاين اش ما كانش ونهيط لك تك خفيف خفيف نكس نزلت ما عرفتوش السيد لدرك او نعرفو اني ما نشوفو مقابرو مي لازمتني نقعد له نحفظ له الوقت تاعو ربش له الوقت وقد قد على قداه يدخل وعلى قداه يخرج افليلي كلش ما يش حب نخلي حتى مره علي راح نهارين عاود رجع لي قال لي اليوم انا راح نصدم وانا ما على باليش كيفاه ومنا شغل جرى عليا شاف يا اخي رحنا في الليل هذاك النهار ساهرين انا مقابلين الدار تاع السيد حتى للصبح هذا هو وقته اللي يخرج فيه اصبر نطول حسين ما طول ودي اصبر على رزقك يا صاحبي بشويه اي طاح الظلمة ضرب بشي ان شاء الله يخرج نركز معايا تاول كفاية الله نركز وحدك شي خلي نعستك البرا انا وجي عاد واحد منا هيا نوزي يا مرا نوزي وزن الصبح هاني نايضة هيا نوزي نوزي هاني عنو هيا نروح نصلي هنا في المسجد ان شاء الله يا ربي توكلت عليك بسم الله انا خيرتك اليوم انا شريحة تشوف كيفاش تحس تقربع ما يفيق الناس لا 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 عينك اللي هبش كاين يغر لك لاب الدور وش كاين هتشوف هات شوف نقول لك حاجة واحد كي توتر لا اله الا الله رسول الله لا اله الا الله بسم الله يا ربي احبس احبس
صح مسكين مرة وخارج 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 عريض شوف شوف أروح استمرتش لسه ولدي دك راسك في جعبة شوف اللي غير يمشي من ما راح نقطع منه اطلق القار اطلق القار ايش 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 من برا دروك شوف ليش ما حاجه اهرب بيها بس حسك انه سي هورا هورا روح روح اوفا تسمع حس انا هنا انا هنا انا هنا ما تخافش روح اسمع كي نعيط لك نقز من الجهه اليمين يعني شايفك هنا خير جميل اهرب بيها انت نهرب منه بس يتعطلني برك تفضل روح هاي اروح اروح بس حسك يا بسم تنفسي ركبتي في الطيارة ونذهب ونذهب اهدري اسكت اسكت اضرب ماء اسكت اضرب ماء ونذهب 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 اتت ماما ايش اتت ماما نادي بيش ونذهب ونذهب اتت ماما افتحي الباب افتحي افتحي روح لولدك علاش رجعتوا الذهب وما رجعتوش الدراهم؟ احنا رجعنا الذهب خطره كانت نايضه لاليرت على جل السراقه هذه وسمعنا باللي سرقه تاع الدار هذه راه من رشارش خفنا كون يقبضونا قلنا نرجعوا الذهب هذاك والدراهم نحكموهم عندنا باش اونكا مالين الدار هكا يعاودوا يتنازلوا في القضيه كي يشوف الذهب تاعهم. مالك تترعدك يا اخي لاباس لي روبري كاع رفدوهم كيفاه لي روبري يعني يا السراقه اللي دخلوا الحبس قبل سمحنا منهم سراقه ايه سراقه هو جايه دلتنا جايه ما
هو من بعد احنا واش دخلنا؟ واش دخلنا حتى احنا ندخلين الحبس؟ ما رايحه رايحه يقبضونا. لا يقبضونك اش ما بان علينا احنا يا اخي اختفينا. وهما كش ما بان عليهم سما اللي سرق قبل ولا قابضين عليه يجيبوه، سما جايبيننا جايبيننا احنا. وكيفاه هضرك؟ تاخذ رايي نرموا كاع الذهب. وين نرميه؟ دركا راه الذهب ما نقدرش لا نبيعوه لا نخبوه، يروح البيجوتري يحكمونا. انا ما نرجعش الذهب باوفا، هذه غير نساها بعد. صح الذهب راح تخبيه وراح تبيعه ونحصلوا فيه هنا. لا درقوا عليه ترجعوا يا سيدي، كون ترجعوا دوك يقبضوا علينا قدام حاجه. والذهب تمشي به. اوفا انت اللي جبت لي لافير هذه، علاه تعاود ترجع لي زيرو درك؟ انا جبتك لافير تبعني الاخر. علاه نتبعك كديت الذهب درك؟ خيط تبعني الاخر قلت لك تبعني، طيش الذهب رجعوا الماليه فوق يتكلموا. خلي الدراهم خبوهم سمانه سمانتين هزوهم، او الجدرميه راه مسركله. ضرب الذهب في لافيل تقد قد. سما ما كانش حل واحد اخر غير رجعوه. يا يترجعوا يحكمك به في لافيل راه يهبطك، ولا تروح تبيعوا البيجوتري واش راح دير به الذهب؟ رجعوا الماليه فوق يتكلم الحاله، الدراهم بعدين تقسموهم بعقلنا ومخبيين. وراك مخبيه وين؟ ريح لهنا دوك نجيبه لك وانا نعس لك. اسمع الغلطه ما كانش. روح حط لك بعني برك ريح. ما كان حتى واحد. كان والو. ما كان والو. ما كان والو. كان والو. هاي هاو الذهب. اسمع عوفا يا اخي ما نحيت منه والو. يا ودي فيريفي افتح شوف افتح شوف تالي سرقته ولا لا. متاكد. هاي سيف روح ردوني نعسك. كلها مليح. اني وراك روح روح. راكم مشتبه فيه في قضية السرقة الموصوفة المتبوعة بالاعتداء. بعد تعرف الضحية على الفاعل الأصلي ومواجهته بالدليل العلمي أقر بارتكابه جريمة السرقة رفقة شريكه حسام. بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم الأطراف المتورطة أمام العدالة. تم الحكم على المدعو تينو بعشر سنوات، وتم الحكم على المدعو حسام بعشر سنوات كذلك. في الأخير يضع الدرك الوطني تحت تصرف المواطنين الرقم الأخضر 10-55 طيلة أيام الأسبوع وخلال 24 ساعة، بالإضافة إلى موقع الشكاوي المسبقة www.ppgn.mdn.dz. علينا أن نعترف أنه لولا لطف الله لكانت النتائج وخيمة، خاصة وأن العصابة ارتكبت جريمتها لم تجد أي حرج في تهديد حياة طفل بريء لا ذنب له. ولحسن الحظ أن الوالدة قد تبعت حدسها وغريزتها للدفاع عن ابنها، دون أن ننسى مجهودات أشاوس الدرك الوطني الذين لم يدخروا جهدا لتوقيف المجرمين. فدائما طريق الإجرام يقود إلى وجهة مسدودة. نهاية عدد اليوم، نلتقي في الأسبوع القادم مع قضية جديدة. أمسية سعيدة.